جورجيا أحيت هذا الخميس الذكرى الخامسة للحرب الخاطفة الروسية الجورجية التي جرت في العام 2008 والتي شنتها تبلسي لاستعادة منطقة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين. وجرى احتفال لوضع باقات الزهور على أضرحة الجنود الجورجيين الذين قتلوا إبان هذه الحرب في تسيخنيفال وفي أبخازيا وفي مدينة غوري، ولكن أيضا في العاصمة الروسية موسكو بالقرب من سفارة أبخازيا تجمع مئات الأشخاص منذ مساء الأربعاء لوضع باقات الزهور والشموع تكريما للضحايا. في ليل السابع إلى الثامن من آب أغسطس من العام 2008 شنت جورجيا هجوما عسكريا لاستعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية، وهي منطقة جورجية انفصالية مدعومة من موسكو. الآخرة ردت بشن عملية عسكرية واسعة النطاق. هذه الحرب المريرة والمؤلمة لم تستغرق سوى 5 أيام وخلفت حوالي 1600 قتل ومئات الجرحى في صفوف المدنيين في أوسيتيا، وتسببت في فرار 15,000 شخص من منازلهم، معظمهم لم يعودوا منذ ذلك الحين رغم وقف النزاع. في 26 من أغسطس من العام 2008 اعترفت موسكو في نهاية تلك الحرب باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وهي منطقة جورجية انفصالية أخرى وأقامت فيها قواعد عسكرية. عشية الذكرى الخامسة لتلك الحرب تبادلت روسيا وجورجيا الاتهامات، وحملت كل منهما الأخرى مسؤولية النزاع. الرئيس الجورجي ميخائيل كاشفيلي يقول كان يمكن تفادي حتمية الحرب الجورجية الروسية تحت شرط واحد، أن تصبح جورجيا دولة فاشلة وتوافق على مطالب روسيا، ليس في العام 2008 ولا في العام 2007 ولكن بدءا من العام 2004 أو منذ نهاية العام 2003. رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الذي كان رئيسا للبلاد لحظة اندلاع النزاع في العام 2008 عبر في مقابلة مع شبكة روتسافيا الثانية التلفزيونية الجورجية أنه لم يندم على قراره الذي اتخذه في ذلك الوقت، وأضاف كنا مضطرين للرد بتلك الطريقة. بين أوسيتيا الجنوبية وجورجيا أقيمت الأسلاك الشائكة من قبل حرس الحدود الروس لمنع المرور من منطقة إلى أخرى. الوضع يزداد صرامة وإشارة موسكو لا تبشر بأي تحسن.